دخول عيسى يعقوب وخروج محمد ناصر، الكرة على الجهة اليمنى مع حسين زين، حسين زين بيتقدم بيلعب الكرة داخل بدائل الجزائر، جول سريع، جول 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 لإيروان عم بهز الشباك هالمرة. علي الحاج، علي الحاج، علي الحاج بمرر لإيروان عم بيسجل جول. كان أمامنا على الشاشة بالمقابل لإيروان بيتقدم بيسدد جول 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 الوقوف، وبالتالي لإيروان بيستعد وبيسدد 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 وبيسجل الهدف الثالث لفريق العهد، الهدف الثالث لفريق العهد. ضمن سداسية الأواخر، كنتوا عم تتابعوه عبر فيسبوك ام تي في بوت، يا ليتس ستيدو جول. بيمرر للي إيروان، لي عم بيسدد جول. شو هالهدف الجميل، خلينا نتابعه ونشوف لإيروان شو رح يعمل بهالكرة، رح يسدد مباشرة جول.